أعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي نوفل بهاء موسى تخصيص 2 مليون دينار عراقي ضمن الموازنة الاتحادية للعام الحالي لكل إيزيدية ناجية من داعش الإرهابي. وقال بيان للوزارة إن الوزير موسى وخلال زيارته لقضاء تلكيف بمحافظة نينوى أكد أن الإيزيديات تعرضن إلى مأساة وأن الوزارة ستقف معهن. وبهذا الخصوص أبدت منظمات تهتم بشؤون النساء العراقيات عن استغرابها من عدم شمول باقي النساء العراقيات الذين عانوا من سطوة داعش وبطشه في المحافظات والمناطق الأخرى والتي احتلها بمبلغ 2 مليون دينار، خصوصا وأنهم تعرضوا للتعذيب وفقدان الأهل وتدمير الممتلكات والتهجير القسري وغيرها من المآسي.